ذلك في غرب آسيا أو حتى في تصفيات كأس العالم. اللعبة الكرة طويلة، محسن القراوي، جول يا كبير يا محسن، يا القناص يا المميز، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا محسن القراوي؟ مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة. والله يا طقطق علينا طقطق البارح طقطقة. حبايبنا المقيمين اليمنيين في البلد ما في إلا طقطقة البارح طقطقة. تروح لك يعني ما في، تروح بوفيه، تخش مطعم، تروح تصلح بنشر، تغير زيت، تجيب لك واحد مقاول يرتب لك حاجة، كله كيف الدبل؟ كيف الدبل؟ الدبل أنا والله افتكرت يتكلمون عن عبد الله الدبل الله يرحمه ولا خالد الدبل رئيس الاتفاق، طلع الدبل الدبل كيك اللي صار. في رغم المباراة انتهت 2-2 بس والله يا محتفلين فينا احتفال، بس يستاهلون والله. في منتخب كويس، منتخب اليمني صراحة أمس، والهدف اللي جاب لعبة مقصية رائعة ها؟ من المنتخب اليمني والله يا المعيوف، ما تدري وين هي جاية، خلها ربك، بس والله حالتنا حالة طقطق علينا طقطقة من البارح لليوم. لا وبعض الجمهور جاي مستلمك في تويتر ولا في الانستغرام ولا مدري وين، ايوه الفلان واللاعب الفلان، يا عمي شفت الدبل كيك بس، كيف الدبل؟ نبدأ الحلقة.